بيبدأ فيلمنا أيام الحرب العالمية الثانية بهجوم الجيش الياباني على الصين وضرب معظم مدن الصين بالطيارات، والجيش الياباني بيدمر مدينة نانجينج العاصمة الصينية، لكن الجيش الصيني مع المقاومة الصينية بيدافعوا عنها وبيحاولوا يوقفوا الهجوم الياباني على المدينة، وبتكون دي مدرسة واسمها جن وبتحاول تحمي الأطفال من القصف الياباني، لكن بيكون في طفل لسه موجود في الفصل فبترجع بسرعة علشان تجيبه، لكن بيتضرب على المدرسة والمدينة كلها قذائف يابانية. بعد كده بنروح لواحد اسمه لوكي بيروح يقعد في مطعم مع مجموعة من أصدقائه وبيقعدوا يلعبوا شوية مع بعض، وبتكون الست دي اسمها يوجو، والبغبغان اللي مع لوكي بيقول لهم ان يوجو بتغش في اللعب فبيقعدوا يضحكوا ويهزروا. بعدها الجيش الياباني بيرجع يقصف المدينة كلها بالطيارات وبيرمي على كل مكان في المدينة قذائف وبيحاول يدمر المدينة كلها، وبيدمر مباني كتيرة جدا في المدينة وناس كتير من سكان المدينة بيموتوا. بعد كده بنروح للقائد جاك قائد جنود المقاومة في المدينة، وبيجتمع بجنوده علشان يوصلوا لحل القصف الياباني اللي على المدينة، والجنود بيطلبوا منه ان هم يهجموا على معسكرات الجيش الياباني، لكن جاك بيرفض وبيقول لهم ان هو كده بيبعتهم للموت وبيمنعهم ان هم يطيروا بالطيارات علشان القصف الياباني. فالجنود بتتضايق وبتتعصب من قراره، لكن بيقنعوه ان هم يطيروا بالطيارات بتاعتهم، فجاك بيوافق، والجنود بتطير بالطيارات علشان تضرب مواقع الجيش الياباني، لكن طيارات الجيش الياباني بتهجم عليهم وبتضرب عليهم قذائف، وطيارات الجيشين بيضربوا في بعض، وفي طيارات من الجيش بتتدمر، لكن الطيارات اليابانية بتقدر ان هي تدمر معظم طيارات الجيش الصيني، وواحد من الجنود اسمه لي تو طيارته بتتصاب، فصديقه جانج تو بيتعصب وبيزعل عليه ان هو مات وطيارته انفجرت، وبيفضل يضرب على الطيارات اليابانية لكن بيتصاب في دراعه والطيارة بتاعته بتتدمر، فبينط من الطيارة قبل ما تنفجر فيه. بعد كده بيفوق بعد ما هبط بالمظلة بتاعته على الارض، بيلاقي معظم المدينة اتدمرت، والجيش الصيني بيكرم الجنود اللي ماتت، والجندي منشون زعلان جدا على موت اخوه. بعد كده الجيش الياباني بيوصل لصورة جانج تو وبيعرفوا ان هو لسه عايش وان هو وقع في الجزء اللي هم مسيطرين عليه، فقائد الجنود بيطلب منهم ان هم يدوروا عليه ويقتلوه. وبنرجع لجانج تو وبيرجع معسكر من معسكرات جنود المقاومة في المدينة، وبيقابل واحد من قادة معسكره، وبسبب الإصابة اللي في دراعه بيرفض ان هو يقود طيارة، وبيطلبوا منه ينفذ مهمة تانية وان هو يروح يجيب عربية من المينا ويهرب بيها قبل ما الجيش الياباني يمسكه. فجانج تو بيروح علشان ينفذ المهمة وبيراقب العربية، فبيلاقي الجنود اليابانيين محاصرينها، وفي الوقت ده بيكون في واحد اسمه تشو مراقب العربية هو كمان، وتشو بيضرب نار على الحراس وبياخد العربية وبيجري، فجانج تو بيركب العربية بسرعة والمينا بتنفجر، وبيتفاجئ ان تشو هو اللي خد العربية، وبتيجي طيارة يابانية بتضرب عليهم نار وبتحاول توقفهم، لكن تشو بيحاول يهرب من الطيارة اليابانية دي فبتضرب عليهم قذائف، لكن بيهربوا من القذائف وبيدخلوا نفق بسرعة قبل ما ينفجر عليهم وبيهربوا من الطيارة اليابانية. بعدها بنروح لمعسكر جاك وبيجتمع بجنوده، ومنشون بيكون متضايق بسبب موت اخوه وبيطلب من جاك ان هو يديهم الاذن بالهجوم على معسكرات الجيش الياباني، لكن جاك بيتعصب. بعد كده بنرجع لجانج تو وبيتخانق مع تشو علشان تشو طلب منه يسيب العربية ليه وهو هيرجع يسلمها للمقاومة، لكن جانج تو بيرفض وبيسأله هي العربية دي فيها ايه، فتشو بيرفض يقوله، فجانج تو بيدخل صندوق العربية علشان يعرف فيها ايه، لكن تشو منعه وقاله ما ينفعش تعرف فيها ايه. بعدها بيجي شاب ليهم اسمه تشون فبيطلب منهم ان هم ياخدوه في طريقهم، فبيوافقوا وبيركبوه معاهم، وجانج تو بيقعد يتكلم مع تشون، وهم ماشيين بيشوف ناس كتير قوي من سكان المدينة خارجين من المدينة بسبب الجيش الياباني، وواحد اسمه دينج بيحط حاجة على شكمان العربية بيعطلها والعربية بتقف، ودينج بيروح لتشو وبيطلب منه يصلح العربية ليه بمقابل ان هو يركب معاهم، لكن بيشوفوا طيارات يابانية جاية عليهم، فالناس بتجري بسرعة، ودينج بيروح يشيل الحاجة اللي حطها على الشكمان والعربية اشتغلت، فتشو بيمشي بالعربية بسرعة والطيارات اليابانية بتضرب على الناس قذائف وبتضرب عليهم رصاص، فدينج بيجري يركب مع تشو والطيارات اليابانية بتضرب عليهم قذائف ورصاص، فتشو كان هيقع بالعربية من فوق الجبل لكن بيقف بالعربية في آخر لحظة، وجانج تو بينزل يزعقله بسبب اللي حصل وان هو كان هيوقعهم من فوق الجبل، فدينج بيهديه. بعد كده بنرجع لمنشن وبيروح يقابل جاك قائد المعسكر، وجاك بيعرف منه ان هو اخطأ لما كان راكب الطيارة فبيضربه بالقلم على وشه وقال له انت السبب علشان معرفتش تنقذ اخوك. وبنرجع لجانج تو وهم ماشيين بالعربية بيقابلوا المدرسة جن ومعاها اطفال، فجانج تو بيوقف تشو وبتطلب منهم ان هي تركب معاهم علشان الاطفال اللي معاها، فجانج تو بيوافق ان هو يركبهم. بعدها بيقعدوا يستريحوا على الطريق، وجن بتعامل الاطفال بطريقة كويسة جدا، لكن بيشوفوا الطيارات اليابانية فبيجروا بسرعة بيركبوا العربية، والطيارات اليابانية بتضرب عليهم قذائف وتمشي، وتشو بيتصاب، فجانج تو بيجري عليه وبيطلب منه يوصل الجواب ده لوالده، وبنعرف ان هو ابن لوكو، فجانج تو بيزعل على موت تشو، والطيارات اليابانية بتوصل للمدينة وبتضرب عليهم صواريخ وقنابل، وسكان المدينة بيجروا علشان يستخبوا في القبو اللي تحت البيت علشان يعني يبعدوا عن القصف اللي اليابانيين بيرموه عليهم، ولوكي بيحاول يطفي النار اللي بتمسك في البيوت من القصف. بعد كده جانج تو بيمشي بالعربية ومعاه تشون ودينج وجين والاطفال، وبيكون زعلان جدا على موت تشو، ودينج وهو سايق العربية بيوقف مرة واحدة، فبينزلوا من العربية وبيلاقوا قدامهم قذيفة الطيارة لسه ما انفجرتش، فجانج تو
قوته بيخلي جين تستخبى بالأطفال بسرعة، ودينج بيلاقي طريق يعرف يمشي منه فبيجري بسرعة وبيعدي من فوق قذيفة من غير ما تنفجر. بعد كده القائد جاك بيقعد يلعب مع لوك ويوجو، فالجنود بيروحوا له وبيلوموه إن هو ساب المعسكر وقاعد يلعب، وبيطلبوا منه إن هم يهجموا على معسكر للجيش الياباني، لكن بيرفضوا. وبنرجع لجانجتو وبيفضل يتكلم مع دينج. بعدها جاك وهو راجع المعسكر بتاعه، طيارات يابانية بتضرب عليه رصاص وبيتصاب في رجله، وبيضربوا على المعسكر قذايف وبيضربوا مواقع من المعسكر. فمنشون بيركب الطيارة بتاعته، لكن الطيارة بتكون عطلانة والطيارات بتفضل تضرب على الجنود رصاص وبتقتل مجموعة من الجنود، لكن منشون بيطير بطيارته ورا طيار الياباني وبيفضل يضرب عليهم رصاص علشان يوقعه، وبيفضل يطارد الطيار الياباني، لكن جاك بيأمر منشون ان هو يرجع المعسكر، فبيهجم على منشون مجموعة من الطيارات وطيارته بتتصاب، فجاك بيتعصب جدا. بعد كده بنروح لصحفية اسمها خوانج بتصور مجموعة من الناس وهم بينقلوا طيارة واقعة، ومنشون بينزل بالمظلة بتاعته على الطريق، فالناس مفكرينه ان هو جندي ياباني وقرروا ان هم يقتلوه، لكن جانجتو بيوصل في الوقت ده وبيمنعهم يقتلوه، واول لما بيشوفه فبيلاقيه منشون فبياخده وبيمشي. بعدها الجندي الياباني بيرجع يضرب على جانجتو بالطيارات علشان يوقفه قبل ما يوصل بالعربية اللي سرقها من المينا للمعسكر بتاعهم، فجانجتو بيدخل يستخبى في مبنى، لكن بيضربوا عليهم قذايف، وجين بتحاول تحمي الاطفال من القذايف اللي بتترمي عليهم، وبيوقعوا عليهم الواح خشب ضخمه، فجانجتو وتشون بيجروا علشان ينقذوها وبيلاقوها لسه عايشه، لكن في طفل مات، وجانجتو بياخدها هي والاطفال في مكان امن، وبيحاول يعالج جرح منشون ويطلع الرصاصه اللي في كتفه، والصحفيه خوانج بتنضم ليهم وبتعالج جرح منشون وبتقول لهم ان هي اصلا ممرضه وصحفيه. بعدها جانجتو بيروح لدينج، ودينج بيصلح العربيه، فبيفضلوا في المكان ده لحد لما منشون يفوق، ومنشون بيكون متضايق جدا ان هو معرفش يسيب الطيار الياباني، فمنشون قال له انا هرجع المعسكر علشان انتقم لموت اخويا. فهوانج بتروح لهم وبتطلب من منشون ان هو يفضل شويه علشان الجرح بتاعه، وبتبدا تتعرف عليه. بعدها تشون بيفضل يلعب مع الاطفال هو وجانجتو، وهوانج بتصورهم وبيكونوا مبسوطين جدا. بعد كده دينج بيخليهم نايمين وبياخد حاجات من جوه المبنى وبيخرج بيها، بس جانجتو بيشوفه. فتاني يوم الصبح هوانج بتاخد منشون وبترجع به المعسكر، وجاك بيكون زعلان عليه جدا. بعد كده الشعب الصيني بيحاول يساعد جنود الجيش الصيني وبيجمعوا فلوس علشان يشتروا بيها اسلحه، ويوجو ولوكو بيحفزوا سكان المدينه، لكن الجيش الياباني بيرمي عليهم قذايف، فسكان المدينه بيجروا بسرعه علشان يبعدوا عن القذايف دي، وجسر المدينه بيتدمر وناس كتير جدا بتتصاب، وبياخدوا المصابين للمستشفى والدكاتره بيحاولوا يعالجوا المصابين. بعدها جانجتو بيبعت خوانج بالجواب للوكو والد تشو اللي مات، ولوكو اول لما بيشوف الجواب بيعرف ان ابنه تشو مات. بعدها هوانج بتروح المعسكر تطمن على منشون، وبيكونوا خلاص حبوا بعض، وهوانج بتقعد تحمض الصور في المعسكر، ومنشون بيعترف لها بحبه. وبنرجع لجانجتو وبيعلم الاطفال اللي معاه ضرب النار، ودينج كان هيتصاب، فجين بتزعق لجانجتو علشان بيمسك الاطفال مسدس. بعد كده جاك بيوري منشون الطياره الحديثه، وبيرفض ان منشون هو اللي يقود الطياره، وقال له ان جانج هو اللي هيقودها. فمنشون بيروح لجانج وبيكون متعصب جدا، ومفكر ان جانج هو اللي طلب من جاك يخليه يسوق طياره، فجانج بيسيبه وبيمشي، لكن منشون بيهجم عليه وبيضرب فيه، وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد لما جانج بيضرب منشون وبيغمى عليه. بعد كده بنرجع لجانجتو، وبينجح ان هو يبني جسر علشان يعدي بالعربيه للمعسكر بتاعه، وبيخلي جين والاطفال يعدوا الاول، ومعاهم تشون، وبيعدي هو وراهم بالعربيه، لكن بتيجي طيارات يابانيه بتضرب عليهم قذايف، وبيحاولوا يدمروا الجسر ويغرقوا العربيه، ودينج بيحاول يعدي بسرعه بالعربيه دي، لكن العربيه عجله منها بتقع في الميه، والطيارات اليابانيه بتضرب عليهم، لكن دينج بيجري بالعربيه بسرعه جدا وبيعدي النهر. بعدها بنروح للمعسكر، والجنود بتحتفل بعيد ميلاد جاك، وبيكون دي اخر سنه ليه في المعسكر، وبعدين هيستقيل، والجنود كلها بتودعه، وكمان بيتبرعوا بفلوس لسكان المدينه. بعد كده بنروح لمعسكر الجيش الياباني، وقائد المعسكر بيجتمع بقاده جنوده وبيطلب منهم يوصلوا للعربيه بسرعه ويدمروها قبل ما توصل لمعسكر الجيش الصيني. وبنروح لمنشون وبيرمي العلبه اللي فيها الفلوس اللي جمعوها في عيد ميلاد جاك للاطفال اللي موجوده في المدينه. بعد كده جانجتو بيوصل بالعربيه للمدينه، لكن الطيارات اليابانيه بتوصل المدينه هي كمان، وبترمي قذايف على المدينه، وبيرموا على المستشفى قذايف، وبيحاولوا يدمروا كل المدينه بالسكان اللي فيها، ودكتور المدينه بيتصاب ومش بيقدر يخرج من المستشفى. وفي الوقت ده جاك بيقود جنوده وبيطيروا بالطيارات، وبيهجموا على جنود الجيش الياباني، وبيحاول يوقعوهم بالطيارات وبيدمروا في طيارات اليابانيين، لكن الطيارات اليابانيه مش مبطله قصف على المدينه، وسكان المدينه بيجروا يدخلوا الخنادق والسراديب اللي تحت الارض. وبعدها جانجتو بيخرج من المدينه بالعربيه، ودينج بيساله هو الجيش الياباني بيجري وراك كل ده ليه؟ هي العربيه اللي انت سايقها دي فيها حاجه ولا ايه؟ فبيكون مفكر ان العربيه دي فيها ذهب، فجانجتو بيطلع الخنجر بتاعه وقال له انا عارف ان انت موجود معايا كل ده علشان تسرق العربيه بالصناديق اللي فيها. فدينج بيهجم على جانجتو وبيضربوا في بعض، ودينج بياخد الخنجر من جانجتو وبينزل من العربيه، ودينج بيحاول يقتل جانجتو لكن جانجتو بيرميه في النهر. بعد كده بنروح لجاك وجنوده، وبيكونوا لسه بيطاردوا الطيارات اليابانيه، وبيفجروا كذا طياره
طيارة يابانية، وجاك بيصيب طيارات يابانية، لكن طيارته هو كمان اتصابت. فمنشون طلب من جانج يخرج جاك وينزل به بسرعة قبل ما يقع بالطيارة، لكن الطيارات اليابانية بتضرب على السراديب اللي الناس مستخبية فيها وبدأت تدمر السراديب، والناس اللي في السراديب بيتصابوا، وفيهم ناس كمان بتموت من كتر الزحمة والقصف، والناس كلها بيغمى عليها ومعظمهم بيموتوا في السراديب بسبب ان مفيش اكسجين ومبيعرفوش يخرجوا منها. بعد كده المسعفين وسكان المدينة جريوا يخرجوا الناس اللي موجودة في السراديب اللي اتهدت، وواحد من سكان المدينة بيخرج يوجو من السرداب ومفكر ان هي ماتت، لكن بيكون عايشة بس مغمى عليها وبتبدأ تفوق. بعد كده جانجتو بيخلي جين توصل الاطفال في دار رعاية، وهي بتكون مش عايزة تسيب الاطفال وتمشي، لكن للأسف بتسيبهم علشان يكونوا في امان. بعد كده لوكو بيلاقي في العلبة اللي منشون رماها في المدينة جواب مكتوب لهوانج، فبياخد الجواب يسلمه لها، وهوانج بتقرا الجواب وبتلاقي مكتوب فيه ان منشن بيطلب منها الجواز، فبتفرح جدا. بعد كده قائد الجيش الياباني بيجتمع بقادة جيشه وبيطلب منهم ان هم يهجموا بكل قوتهم على المدن الصينية ويدمروها، فبيخرجوا مجموعة كبيرة من الطيارات. وفي الوقت ده جاك بيجتمع بجنوده وبيحفزهم لمحاربة الطيارات اليابانية، وبيخرج مجموعة من الطيارات وبيهجموا على الطيارات اليابانية وبيضربوا قذائف ورصاص عليهم، وبيحاولوا يسيبوا اي طيارة يابانية، وبيبدأوا يوقعوا مجموعة من الطيارات اليابانية، لكن طيارة جندي صيني بتتصاب وبتقع في المدينة وبتدمر مباني كتيرة جدا، لكن سكان المدينة بينقذوا الجندي قبل ما يموت. وبنروح لدينج وبيكون لسه عايش ما ماتش، وبينزل تحت عربية جانجتو وبيحط فيها قنبلة، لكن جانجتو بيشوفه وبيهجم عليه، لكن جانجتو بيمسكه وبيسأله انت عايز تدمر العربية ليه؟ فدينج قال له ان العربية دي فيها جهاز شفرات، والجيش الياباني عمل مكافأة للي يفجر العربية، فجانجتو بيضربه. فدينج بيطلع لابس حزام ناسف وبيقرب من العربية علشان يفجرها، لكن جانجتو بيهجم عليه وبيضربه علشان ما يفجرش القنبلة، وبيفضلوا يضربوا في بعض. وجين بتيجي تضرب دينج، فجانجتو بيخرج بالعربية بسرعة قبل ما تنفجر، وبيدخل بيها المدينة في وسط القصف الياباني، لكن بيقف ويفك قنبلة هو وجين، والجيش الياباني بيكونوا لسه بيضربوا قصف عليهم، وجانجتو وجين بينجحوا يوقفوا القنبلة، لكن جانجتو بيغمى عليه بسبب التفجير اللي حصل جنبه. وجين بتفضل تعيط مفكرة ان جانجتو مات، لكن بيفوق وبتفرح ان هو لسه عايش. بعدها سكان المدينة كلهم بيخرجوا في الشوارع في وسط الضرب وقصف عليهم، والطيارات اليابانية بتموت ناس كتير قوي منهم، لكن منشن بيطارد الطيار الياباني اللي بيضرب على الناس في المدينة، والطيارتين بيفضلوا يضربوا على بعض، وكل واحد منهم بيحاول يوقع التاني، وجانج بيحاول يساعد منشن، لكن الطيارات بتتصاب وبتنفجر، فمنشن بيفضل يضرب على الطيار الياباني والاتنين بيضربوا على بعض. وفي الوقت ده جانجتو بيكون شايفهم وبيشوف الطيارتين اتدمروا، فبيجري بسرعة علشان يلحق منشن قبل ما الطيارة تنفجر بيه، وبيلحق طيارة منشن وبيخلي الطيارة تهبط على العربية وبينقذ منشن من الموت، وبيوقف العربية بتاعته وبيطلع يطمن على منشن وبيلاقيه عايش، وجاك بيفرح جدا اول لما شاف جانجتو. بعد كده جانجتو بيسلم الصندوق اللي في العربية للمعسكر التابع للجيش الصيني، وبيكون جهاز فك شفرات، وقائد الجيش بيشكر جانجتو ان هو نفذ مهمته ونجح ان هو يرجع بجهاز فك الشفرات، والمدينة كلها بتحتفل باللي حصل وانتصارهم على طيران الجيش الياباني، لكن بيكون في قنبلة موجودة فوق سطح المبنى ومنفجرتش وبتقع تخرم السقف، فجانجتو بيجري يشدها من السقف قبل ما تنفجر، ولوكي بياخدها منه وبيرميها بعيد عن المدينة وبتنفجر بعيد عن المدينة. بعدها جانجتو بيتجوز جن، والمدينة كلها بتحتفل بيهم، وبيخلص فيلمنا على كده.